جرايه يامه، هو انت جايه راميه ودانك؟ لا يا حبيبتي، مش راميه وداني ولا حاجه، بس انا عايزه اعرف انتوا بتتودوا تقولوا ايه، وشغل ايه اللي البيحة هيعمله، وسليم ولا معوج زيه؟ هو في يا ست الكل، هو انت تكرهي ان جوز بنتك يبقى غني ومعاه فلوس ولا ايه؟ طب ازاي انت عايز تبقى غني ومعاك فلوس؟ قولي بقى هتعمل ايه عشان توصل لكده. بصراحه بقى انا مش طايقاك ولا انت ولا احمد. انا عايزك تستريحي عشان كل الشغل اللي احنا داخلينه انا واحمد سليم ومية المية. ماشي يا متولي، انا هصدقك، بس بقى بصراحه عايزه اقول لك كلمتين. اتفضلي. من النهارده بقى مش عايزاك تطلع هنا تاني، كفايه. كفايه ايه ياما؟ كفايه دخول وخروج. لما نبقى نكتب الكتاب يبقى يجي زي ما هو عاوز. طيب سهل، انا ممكن نسهلها ونكتب الكتاب بكره لو عايزه. نعم. هي ايه سايبه؟ بقول لك ايه، مش طايقاك، يلا قوم. طب فهميني في ايه بس يا حماتي؟ قوم، ولما تبقى جاهز كده ومستعد ومحضر نفسك تعالى، هتلاقينا مستنيينك. يلا يا اخويا اتطرق بقى. ممكن اعرف بقى انت عملتي كده ليه؟ مش نازلني من زور. ليه بس؟ عمل لك ايه؟ مش مستريح حاله. وبعدين ده انت بنتي الوحيده، حرميكي ولا ايه؟ يا بنتي الواحد لازم يبقى عامل حسابه، ولو ما كانش يعيش عالي الدنيا هتقع بيه. قصدك الواحد لو معهوش فلوس هيتدفن بالحياه؟ لا مش هقول لك كده، ومش هقول لك زي الناس ما بتقول ان مش مهم الفلوس. لا الفلوس مهمه، بس كمان السمعه الطيبه والناس المحترمه والناس اللي ليها وزن. وده فين بقى ان شاء الله؟ ما احنا اهو ناس محترمين طول عمرهم، وابويا ايه الله يرحمه الحاره كلها بتحلف بيه. بس بقى كسبنا ايه؟ الصلاه على النبي. لا يا حبيبه امك، كسبنا كتير، بس انت واضح انك مش واخده بالك. احنا عايشين لغايه دلوقتي بحسه وسمعته. النبي يما، انا ما ناقصه كلام يوجع راسي على الفاضي. راح على فين يا موكوسه؟ نازله المحل علشان لو ما فتحتوش من الصبح مش هنلاقي ناكل. ردي بقى. استغفر الله العظيم يا رب، ربنا يستر. ردش ردش. عملتي ايه؟ سميه كان عم يسامح في الفيلا. ايه؟ يعني ايه؟ يعني في حاجه غريبه. يعني لما سامح وسمير يبقوا مع بعض في مكان، ده معناه انهم بيتفقوا على حاجه واحنا ما نعرفهاش. اكيد طبعا. المواضيع كده بقت ما تطمنش خالص. عندك حق. انت بتكلمي مين؟ هقول لك بعدين. لا قولي لي دلوقتي انت بتعملي ايه؟ استني بس اما اخلص واقول لك. اهو انت كده بقى يا حبيب قلبي من جوه. البنت حلوه فعلا، وانا كنت مبسوط وانا قاعد معاها. وعشان احنا هنبقى نسايب قريب قوي، انا عايز اقولك على حاجة مهمة قوي. خلي بالك من متولي. متولي؟ متولي عايز يشتغل من وراك، عايز يشتغل لنفسه. انا بقولك الكلام ده عشان انت غالي عندي قوي، وانا احب الراجل اللي يشتغل معايا يبقى مخه مفتح. انت اصل مشكلتك ان الفلوس لما جريت في ايديك والبلية لعبت اتطمنت، وده مش كويس. الضربة بتيجي من أقرب الناس ليك. متولي لازم يعرف إن أنت عرفت إن هو عايز يشتغل من وراك، ولازم تخليه عبرة للي بيشتغلوا تحت إيديك. أنت فاهم؟ فاهم. يا زينب، قلت ايه في اللي كلمتك عنه؟ خايفة يا عبد الله. خايفة من ايه؟ هو ايه اللي من ايه؟ يا بنتي الناس احنا هنخلص منه بطريقة لا هتمسنا ولا تشبهنا ولا حد يشك فينا خالص. ازاي يعني؟ قول انت بس وانا اقول لك ازاي. لا انا بعيد يا عم. بعيد؟ ضلي يقولي بعيد بعيد لغاية ما سمير فجأة هرميكي بره في الشارع ولا ليكي لازمة. طب قول. اسمعي بقى اللي هقوله لك بالحرف الواحد يا زينب. بقول لك ايه يا عبد الله؟ ما تفكر في طريقة وتبعدني عن الموضوع ده خالص. مفيش أسلم من الطريقة دي. هو أنت عايز مني إيه؟ أنا مش عاوز منك، أنا عاوزك أنت يا زينب.
زينب انت ليه مش مقتنعه اني بحبك لغايه دلوقتي؟ بقول لك ايه؟ انا مش هعمل كده، انا مش هحط نفسي في حبل المشنقه، لا يا عم ده فيها اعدام. مش لو حد عرف. بقول لك ايه؟ ما تفتحش الموضوع ده تاني، ما تزنش عليا، بعد كده مش هقابلك لو عملت كده. ياه للدرجه ده زينب؟ انت عندك شك ان انا ممكن اضرك؟ لا طبعا. لا عندك يا زينب دي عشرة عمر. انا بص جوه عينيك كده فهمك عاوزه تقولي ايه. انت ليه عايزني اعمل حاجه توصلني لحبل المشنقه؟ خلاص خلينا في ايدين سمير. سمير اللي هيفضل طوق في رقبتي انا وانت طول العمر. هو عارف واثق كويس قوي ان انا بحبك وعمري ما ضرك، عشان كده ممكن يخلص مننا احنا الاثنين بالقتل. ممكن تسيبني لوحدي افكر؟ سمير قبل كده قتل وعنده استعداد يقتل اثنين وثلاثه واربعه، ممكن يخلص مننا انا وانت. زينب لازم تعرفي ان سمير قبل كده خطفك مني، مش هسمح له ابدا يخطفك مني تاني ابدا. شوفي بقى اللي هقولك عليها، حكاية مش صعب زي ما انت متخيله. موت سمير هيحل مشاكل كتير بينا. طب لو مفيش حاجه اسمها لو، انا ضحيت 20 سنه في السجن، لازم تثقي فيا. انا استحملت الفتره دي كلها عشان خاطرك انت، عشان مضركيش. مش معقول بعد كده هضرك. انت عارفه ليه؟ عشان بحبك. احبك يا زينب. ازيك يا ميتو؟ الحمد لله تمام. عامل ايه؟ تمام الحمد لله زي الفل. وحشني. وانت والله احمد كتير. احمد على اساس ان احنا كنا اصحاب وجيران وحاجات كده صح؟ في ايه؟ في ايه؟ طمني عليك، هو انت هتتجوز في ريال امتى؟ والله انا كنت بظبط اليومين دول يعني على اساس ان احنا نتجوز وكده، بس الوقت ما سمحش، ففي خلال فتره قصيره ان شاء الله هنكون متجوزين يعني. يعني نقول شهر مثلا؟ شهر؟ شهر ان شاء الله هنكون متجوزين يعني حاجه زي كده. طب انت كويس قوي قوي قوي، حلو الكلام ده جدا. تكون خفيت ان شاء الله. لا انا زي الفل، انا زي الفل مش عيان وكل كويس يلا يا الحمد لله. في ايه في ايه يا احمد؟ يا احمد قول له حاجه. يا احمد بصي يا احمد، انت عايز تعمل شغل من ورايا؟ ها فكرتني مش عارف؟ ما حصلش. كذاب. بس علامة صغيرة كده عشان لما عينك يوزك تفتكر وضبوه يا أحمد، ولما تخلصوا عليه يبودوا المستشفى عشان يتعالج. طب اسمع يا أحمد حبيبي. يا أحمد يا لهوي يا لهوي، لا أنا هتهنى لوحدي معاه؟ الواد اتجنن ده بقى، عامل زي المجرمين بتوع الأفلام. لا 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 أنا ما اطمنش على نفسي معاه أبدا. يا نهار أسود، لو عرف إني عايزة أتجوز ده كان يدفني. يما لا أما مالها وقفة؟ مين؟ أما افتحي يا أحمد. إيه اللي مين؟ عاوز إيه؟ افتحي، عايز أقولك على حاجة. لا مش هفتح، قولي عاوز إيه؟ هقولك أنا عايز إيه من ورا الباب كده، مش هينفع. قول بقى. في إيه يما؟ مالك زنق الباب كده ليه؟ في إيه مالك؟ مفيش يا ابني مفيش، ما انت عارف ان انا قلقان على طول. قول لي بقى عاوز ايه؟ انا من ايدك دي ايدك ايه؟ مفيش حاجه تقلق. هو في حد يقدر يعتب هنا؟ قولي لي انت مالك في ايه؟ حد يستجرى؟ حد يستجرى يجي هنا؟ قول لي بقى انت عاوز ايه وانا من ايدك دي لايدك دي. ايه اللي من ايدك دي لايدك دي؟ في ايه يما مالك؟ مفيش يا ابني مفيش. هيكون في ايه؟ ماشي انا في ايه يما؟ أنا كده. طيب أنا عايزك تروح الكاميلا
عايزك تتقصي كده تعرفي منها رأيها إيه في عزة باشا. حاضر يا ابني، حالا ثانية وهكون عنا. عايزني أروح دلوقتي؟ مش عارف، مش حاسك كده. هو في إيه يا أم؟ مفيش. ماشي، هتروح الكاميليا؟ حالا حالا. هو أنا ليه كل ما أحس إني قريبة من حاجة بحبها ألاقيها بتبعد عني؟ أحمد بيرتب إني أقابل عزت اللي هو يعتبر أهم عميل عنده زي ما بيقول، يعني عنده استعداد يبيعني عشان يكبر ويعلى. يعني أنا بالنسبة له ولا حاجة. آه عايزة أتجوزه، مش غلط إن أنا قلت له كده. إيه المانع إني أقول لحد إن أنا شايفينه كويس ويستاهل اني ابقى معاه بقيه حياتي؟ اني عايزاه، مش لازم هو اللي يبتدي. انا مش غلط. مدحت عايزه اتجوز، يعني اخرج من الحاره وهسكن في فيلا وهركب عربيه عمري ما حد في الحاره حرم اني اشوفها، مش بس يركبها بس واجي كمان مكانه ومركز اجتماعي هايل. الفلوس هي المركز الاجتماعي، وهي الحاجة الوحيدة اللي تحمي البني آدم وتخلي كل الناس تنحني بيه. مدحت يكسب. معاه بحس إني عايشة في عالم غير العالم ده، كأني على جزيرة لوحدي، كأني بحقق كل الأحلام وأنا في مكاني. مش عارفة ازاي قدر يخليني أحبه بالشكل ده، أو يمكن أنا اللي كنت بدور عليه. دي أكيد منى. مساء الخير يا سمر. مساء النور. عادل خير؟ كنت عايز كاميليا في كلمتين. اتفضل. عادل اتفضل. خير؟ في حاجة حصلت؟ لا ما تقلقيش،